أيها الأطفال، مرحبا بكم في درس جديد ضمن مادة النشاط العلمي. درسنا اليوم هو كيف أميز بين الحيوانات، الحصة الثامنة، وهو آخر درس ضمن الوحدة الخامسة، وهي مظاهر الحياة عند الحيوانات. إذن هنا سنكمل إن شاء الله الوحدة الخامسة. إذن عنوان الدرس كيف أميز بين الحيوانات. هدف الدرس هو أميز الحيوانات حسب نوع مناقيرها وشكل أسنانها. عندما أتكلم عن المناقير فإنني أتكلم عن ماذا؟ نعم، عن الطيور. وعندما أتكلم عن الأسنان فإنني أتكلم عن الحيوانات. نعم، الحيوانات ماذا؟ هل الحيوانات التي تطير؟ لا، التي تمشي وتقفز وتتسلق. إذن وضعية الانطلاق سألاحظ هذه الصور الثلاث. نقرأ وضعية الانطلاق. تختلف أفواه الحيوانات اللاحمة عن أفواه الحيوانات العاشبة. إذن هنا لتمييز الحيوانات اللاحمة عن الحيوانات العاشبة، ماذا يجب علي أن ألاحظ؟ يجب علي أن ألاحظ أفواهها، أي فمها. أحسنتم. هنا لدي الصورة الأولى لمن؟ إنها لتمساح. فم التمساح كيف هو؟ هل هو مغلق؟ لا، إنه مفتوح. ماذا نرى من خلال فم التمساح؟ ماذا نرى؟ نعم، شكل الأسنان. كيف هي؟ هنا لدينا أسنان وأنياب. كيف هي هذه الأسنان؟ إنها قوية وحادة. أحسنتم. نمر الآن إلى الصورة رقم 2. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ هنا من؟ إنه نسر. أحسنتم. كيف منقار هذا النسر؟ إنه قوي وحاد أيضا. لنمر إلى آخر صورة. إنه صورة لماذا؟ لفم بقرة مفتوح. هنا لسان البقرة، وهنا نلاحظ أن هناك أسنان. وكيف هي؟ إنها في نفس المستوى، نقول أنها مسطحة. إذن من خلال ملاحظتنا للثلاث صور، ماذا هو السؤال الذي يراود أذهاننا؟ هيا، من يعطيني إجابة؟ نعم، سؤال هو كيف أميز هاته الحيوانات حسب شكل ماذا؟ مناقيرها وأسنانها. إذن السؤال هو كيف أميز بين الحيوان اللاحم والحيوان العاشب؟ نلاحظ هنا البقرة من الحيوانات العاشبة، والنسر والتمساح من الحيوانات اللاحمة. إذن كيف أميز بين الحيوان العاشب والحيوان اللاحم؟ إذن اقتراحاتكم هي، قلنا تمييزها عن طريق شكل أسنانها وأيضا المناقير بالنسبة للحيوانات التي تطير، أو نقول الطيور. ربما شكل الأسنان وشكل المنقار يمكن من التمييز بين العاشب واللاحم. إذن شكل الأسنان وشكل المنقار يمكننا من تمييز الحيوان العاشب عن اللاحم، وأيضا الطائر العاشب عن الطائر اللاحم. وللتأكد من الفرضية أو التساؤل المطروح سنقوم ببحث وثائقي. هنا كما تلاحظون لدينا جمجمتان، جمجمة لحيوان عاشب، إنها جمجمة لبقرة، وهنا جمجمة لحيوان لاحم. بينما الصورة الثالثة والرابعة إنها لي ماذا هنا؟ رأس طائر ورأس طائر، لكن سنلاحظ منقار الطائرين. أحسنتم. السؤال الأول، أبحث في وثائق تبين أسنان بعض الحيوانات اللاحمة والعاشبة. هنا حيوانات لاحمة وعاشبة، وهنا في الصورة الثالثة والرابعة طائر عاشب وطائر لاحم. السؤال الثاني، أبحث في وثائق تبين مناقير بعض الطيور اللاحمة والطيور العاشبة كما قلنا. وأخيرا أكتب الجملة المناسبة تحت كل صورة. إذن سأقوم بملاحظة هنا في الصورة الأولى والثانية شكل أسنان الحيوان. هنا كيف تلاحظون شكل أسنان؟ كيف هي؟ إنها في نفس المستوى ومسطحة.
ليست حادة، إذن شكل الأسنان هنا مسطحة، إذن أقول أنها الصورة الأولى إنها أسنان مسطحة وأكتب أسنان مسطحة. انظروا معي للجملة الجمجمة الثانية وشكل أسنانها كيف هي؟ إن أسنان كيف هي؟ حادة وذات أنياب طويلة، نقول أن أسنان حادة. لنمر الآن إلى الصورتين الأخيرتين. هنا شكل المنقار، كيف هو شكل المنقار الأول؟ إنه منقار عادي، بينما انظروا معي إلى منقار النسر، كيف هو منقار النسر؟ إنه قوي وحاد، كيف هو؟ إنه مقوس، نعم إنه مقوس وحاد وقوي، لأنه ماذا؟ يفترس به الحيوانات، إذا إنه طائر لاحم. وسأكتب هنا منقار عادي، بينما آخر صورة إنه منقار قوي وحاد. ماذا يمكنني أستنتج من خلال الصور الأربعة؟ كيف هو شكل أسنان الحيوانات العاشبة؟ أسنان مسطحة، بينما الحيوانات اللاحمة كيف هي؟ قوية وحادة، لماذا؟ لأن الحيوانات العاشبة تتغذى فقط على الأعشاب ولا تحتاج إلى أسنان قوية، بل فقط أسنان مسطحة لكي تمضغ الأكل وتقوم بلفه وعضه، بينما أسنان الحيوانات اللاحمة كيف هي؟ إنها قوية وحادة، وذلك لافتراس وأكل الحيوانات، بينما مناقير الحيوانات اللاحمة حادة وقوية، ومناقير الطيور العاشبة إنها عادية. شكل منقار الطائر اللاحم يختلف عن مناقير باقي الطيور كما قلناها، وأيضا شكل أسنان الحيوانات اللاحمة مختلف عن شكل الحيوانات العاشبة. انظروا معي الآن إلى استخلص أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. هنا لدينا أربع فراغات سنملأها بالكلمة أو الجملة المناسبة. لدينا هنا جملتان وكلمتان، هنا لدينا منقار قوي وحاد، الجملة الثانية حادة ومسننة، هنا الكلمة أفواهها وكلمة مسطحة. سأقرأ أستخلص. أميز الحيوانات العاشبة واللاحمة من خلال ملاحظة ماذا؟ نعم، من خلال ملاحظة أفواهها. أحسنتم. الحيوان اللاحم له أسنان كيف هي؟ حيوان اللاحم، نعم، حادة ومسننة. والعاشب له أسنان كبيرة، كيف هي؟ هل هي حادة؟ لا، إنها مسطحة. سأكتب كلمة مسطحة. جل الطيور اللاحمة لها كيف مناقرها؟ نعم، منقار قوي وحاد. سأكتب جل الطيور اللاحمة لها منقار قوي وحاد خلاف باقي الطيور. الآن وصلنا إلى آخر الحصة وهي أعبئ تعلماتي. انظروا إلى التمرين، لدينا هنا صورتين، صورة لأفواه حيوانين، الأول لاحم والثاني، الأول عاشب والثاني لاحم. إذن أضع علامة في تحت صورة أسنان الحيوان اللاحم. انظروا معي شكل الأسنان كيف هي هنا؟ إنها كبيرة ومسطحة. هل للحيوان اللاحم أسنان كبيرة ومسطحة؟ لا، إنه حيوان إذن عاشب. والصورة رقم 2، إنها لفم حيوان، كيف هي أسنانه؟ نعم، طويلة، له أنياب طويلة حادة وقوية، إذن إنه الحيوان اللاحم. سأضع علامة صورة رقم 2. الآن وصلنا إلى نهاية الحصة. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله سنقوم بتقويم ودعم الوحدة الخامسة في حصة المباشر. إلى اللقاء.